800 متر تجمع أفراس الإنتاج عمر 3 سنوات. اندفاع لأفراسنا في هذا الشوط والتي حاصلة من سباق إلى 3 سباقات بمشاركة زارة شقرا لها مشتدة مستنفرة مروة معالم الجنوبية أمر البرزة عين الحلوة واصلة شقرا معلة أرياف جوهرة الأسياح جمعة مناير هيف سباحة. شوط أفراس عمر 3 سنوات تجمعهم مسافة 1800 متر والتقدم لزهرة شقران بنصف رقبة في المركز الأول مع دخول لمشتدة في مشاركتها الأولى هذا الموسم مشتدة ابنة مليار وزهرة شقران في ثالث مشاركة لها هذا الموسم في المركز الأول مع محاولات من بقية الأفراس مستنفرة أيضا تحاول الدخول ومحاولات من قبل أيضا لها وأيضا سباحة والتقدم والتنافس بين كل من زهرة شقران ومشتدة. زهرة شقران مشتدة زهرة شقران في المركز الأول ومشتدة في المركز الثاني من الخارج مع دخول سباحة للمركز الثالث. الآن محاولات شقران معلة للدخول المركز الثالث الآن والتقدم ومحاولات للدخول أيضا من قبل جمعة في المركز الخامس دخول أيضا لمستنفرة مع المنعطف الأخير الآن 400 متر الأخير والتقدم مشتدة تتقدم مع محاولات من قبل شقران على الدخول ومحاولات أيضا من قبل مناير هيف للتقدم للمركز الأول. مناير هيف تتقدم للمركز الأول ابنة شقران تتقدم وتحسم المواجهة ما شاء الله ما شاء الله. شقران على المركز الثاني ولها المركز الثالث الرابع لجوهرة الأسياح. إذا مشاهدي الكرام انتهى تنافس الأفراس عمر